السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا عايزاكم تردوا السلام بطريقة المدرسة عشان احنا هنودع الطريقة دي خلاص. ليا وعليكم السلام. عايزاكم تردوا بنفس الطريقة دي. هعد 1 2 3 نرد بالطريقة دي تمام؟ 1 2 3 عايش ماشي. حنحبين نعرفكم بنفسنا. انا رحمه محمد، داخله مستوى ثالث كليه علوم قسم اي ماك، محمد العماني قسم فيزياء. النهارده عايزه احكي لكم حكايه كده قبل ما ندخل على كلام في كليه علوم. انا من سنتين بالظبط كنت قاعده في الصف اللي فوق ده، كنت علم علوم، واول ما خدت الجدول علمت على كام كلية كده اللي هي الكليات اللي عليها العين والنني دي بتاعت علم علوم، اللي هي طب بيطري، طب بشري، صيدلة أسنان، الحاجات دي. وقلت إيه؟ خلاص أنا هسمع الكليات دي، باقي الكليات بقى هقعد أتكلم مع أصحابي، هريح شوية، مش عارفة إيه، بس. فالأوسيز ما خلوناش نتكلم مع بعض. فقعدت اضطريت إن أنا أركز في كل الكليات، ما كنتش مدركة أهمية اللي أنا بعمله ده وقتها. أدركت أهمية اللي أنا بعمله ده إمتى؟ يوم النتيجة. جت نتيجة جميلة كده، بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، بس جت نتيجة يعني، ولقيت الكليات اللي أنا مسستمة نفسي عليها ما لقيتهاش، لقيتها ضاعت مني. الرغبات بقى، كل الكليات اللي أنا ما كنتش حطها في دماغي لقيت نفسي في فترة كده في لحظة معينة مطلوب مني إن أنا أرتبهم. لو ما كانش معايا المعلومات عن الكليات وركزت في كل الكليات ما كنتش هعرف أرتبهم الترتيب الصح اللي يخليني ماشية مستريحة قدام. فنصيحة، اسمع كل الكليات حتى اللي مش حاططها في دماغك، صدقني هتستفيد. طيب خلينا نتكلم أكتر عن كلية علوم. كلية علوم من الكليات اللي يا إما الناس مش عارفة إن في كلية اسمها كلية علوم أصلاً، يا إما بيطلعوا عليها حاجات غريبة. أول حاجة، أول ما تقول لحد كلية علوم يقول لك علوم صعبة. يعني أنت علوم صعبة بالنسبة لك، ما تعقدناش إحنا. عشان كده كون انطباعك عن الكليات بنفسك، ما تتبناش انطباع حد وتاخده ليك، هيأثر عليك بالسلب. لان انت ممكن تلاقي نفسك داخل كلية انت حاطط لها انطباع سلبي اساسا، مش هتكمل فيها حتى لو انت حابب المجال بتاعها. خلينا نتكلم برضو عن كلية علوم عشان ما نطولش. مش عشان اسمها علوم يدخلها علمي علوم بس. مبدئيا كلية علوم ممكن يدخلها علمي علوم او علم رياضة، بدليل ان هي خدت السنه اللي فاتت من علم رياضه 91.5% ومن علم علوم 95.1%. انا زي ما قلت مش جايه اقول لك علوم سهله ولا جايه اقول لك علوم صعبه، انا جايه اقول لك الكليه احنا ماشيين فيها ازاي، بنعمل ايه جوه. الكليه عندنا متقسمه لشعب واقسام. الشعب اللي هي الحاجه الكبيره تحتها اقسام صغيره. عندنا 3 شعب في كليه علوم. شعبة بيولوجي بيدخلها طلبة علمي علوم بس، شعبة جيولوجيا بيدخلها طلبة علمي علوم وعلم رياضة، شعبة علوم طبيعية بيدخلها طلبة علمي رياضة بس. احنا دلوقتي جايين هنتكلم معاكم عن الأقسام بتاعت الكلية. أول قسم عندنا في الكلية أو شعبة علوم طبيعية فيها 7 أقسام. القسم الأولاني بتاعنا هو قسم الكيمياء. قسم الكيمياء ده هنلاقيه مشترك ما بين الـ3 شعب، يعني أنت لو دخلت أي شعبة منهم فأنت هتلاقيك متاح ليك إنك تدخل القسم ده. طب قسم الكيمياء عندنا مقسوم لإيه؟ قسم الكيمياء عندنا مقسوم لـ4 شعب مختلفة: شعبة الكيمياء العضوية، شعبة الكيمياء الغير عضوية، شعبة الكيمياء التحليلية، وشعبة الكيمياء الفيزيائية. تاني قسم عندنا هو قسم الفيزياء، القسم اللي بيدرس بقى فيه النووية وبيدرس فيه النسبية وبيدرس فيه كل نظريات الفيزياء اللي احنا كلنا بنحبهاش دي. تالت قسم عندنا هو قسم الرياضيات. قسم الرياضيات هو القسم اللي بيتعامل مع الأرقام وبيتعامل مع العمليات على الأرقام وبيتعامل مع النظريات بتاعت الأرقام كمان، هتكتشف فيه حاجات جديدة كتير جدا. القسم اللي بعد كده هو قسم الحاسب الآلي. طبعا دي معلومة جديدة ان احنا عندنا في قسم في كلية علوم قسم اسمه قسم الحاسب الآلي. القسم قسم الحاسب الآلي انت عندك بتدرس البرمجة، بتدرس ازاي تصمم مواقع، وبتدرس كمان ازاي التعامل مع الكمبيوتر از ماتيريال. بعد كده هو قسم الإحصاء. قسم الإحصاء ده بيتعامل مع الأرقام على انها معلومات، مش مجرد أرقام احنا بنقراها وخلاص. قسم الإحصاء ده اي طالب دراسات عليا بيستعين بطالب من إحصاء عشان يعمل له الأرقام بتاعته، عشان بيعمل له البيانات بتاعته، عشان الأرقام اللي بيعملها من التجارب دي بيطلع منها نتائج مذهلة. القسم اللي بعد كده هو قسم علوم البحار الفيزيائية. قسم علوم البحار الفيزيائية ده بيدرس كل المستويات المائية اللي عندي عن طريق الفيزياء، بيدرس بقى الأمواج والتيارات والملاحة بتاعته والكلام ده كله.
اخر قسم عندنا في الشعبه هو قسم الفيزياء الحيويه اللي بيدرس بقى تاثير الاشعاع عليا او الراديشن على جسم الانسان. طيب الشعبه اللي بعد كده عندي هي شعبه ايه؟ هي شعبه جيولوجيا. شعبه جيولوجيا برضو فيها قسم الكيمياء، وقلنا القسم ده مشترك ما بين الثلاث شعب، يعني انت برضو لو دخلت جيولوجيا من سنه اولى ممكن تدخل قسم كيمياء. طب ايه القسم اللي بعد كده؟ هو قسم الجيولوجيا نفسه. قسم الجيولوجيا ده بيدرس بقى الصخور وبيدرس الحفريات وبيدرس البلورات وبيدرس المعادن وبيدرس الكلام ده كله. القسم الثاني هو قسم الجيوفيزياء. الجيوفيزياء بيدرس بقى انت بتستخدم الكمبيوتر وبتستخدم كل البرامج اللي انت بتعرفها عشان تبدا بقى تنقب عن الحاجات دي، تنقب عن البترول، تنقب عن الحفريات، تنقب عن المعادن. طيب دلوقتي ثالث شعبه معانا هي شعبه بيولوجي، وشعبه بيولوجي هفكركم تاني ان هي بتقبل طلبه علمي علوم بس. طب الاقسام اللي عندنا في شعبه بيولوجي، اول قسم هو قسم الكيمياء، وده زي ما قال عماني قسم مشترك ما بين الثلاث شعب. تاني قسم هو قسم النبات. قسم النبات زي ما احنا عارفين ان هو فرع من فروع البيولوجي او الاحياء، بندرس فيه المملكه النباتيه، تشريح النبات، انواع النبات، الامراض اللي ممكن يتعرض لها النبات. تاني قسم هو قسم الميكروبيولوجي، من اسمه مايكرو وحده قياس صغيره، بيولوجي يعني احياء، فاحنا بندرس فيه كل حاجه عينينا مش بتقدر تشوفها ممكن نشوفها تحت الميكروسكوب. دي في منها حاجات ضاره وفي منها حاجات نافعه، زي ايه؟ الفيروسات، البكتيريا، طحالب. طيب القسم اللي بعد كده قسم الحيوان، وبندرس تشريح وتركيب الحيوانات، انواع الحيوانات ازاي بتعيش في البيئه بتاعتها. بعديه على طول قسم حشرات، وده فرع من علم الحيوان، بنتعرف فيه اكتر على مملكه الحشرات. بعديه قسم الكيمياء الحيويه، وده بندرس فيه التفاعلات الكيميائيه بس اللي بتحصل جوه جسمنا بفعل الهرمونات والانزيمات. القسم اللي بعد كده هو قسم علوم بحار، وبندرس فيه اكتر البيئه المائيه والتغيرات المناخيه اللي ممكن تاثر عليها، بنعرف اكتر عن الكائنات البحريه. بعديه قسم علوم البيئه، بنعرف انواع البيئات المختلفه، الكائنات اللي ممكن تعيش في البيئات دي، الكائنات بتتعامل مع بعضها ازاي في البيئه الواحده. القسم اللي بعد كده قسم البيولوجيا الجزيئيه او المولكيولر بيولوجي، وده من اسمه برضو بندرس الكائنات الحيه بس على مستوى الجزيء، يعني بندرس جزيئات، خلايا، اهم حاجه الماده الوراثيه اللي هي الدي ان ايه والار ان ايه. كم واحد يعرف مين ده؟ طيب سوبر ماريو في الكليه هيبقى انت، انت الطالب اللي اسمك سوبر ماريو. سوبر ماريو في اللعبه هو دوره الوحيد ان هو يفضل يعدي مراحل معينه بنقط معينه عشان يخلص اللعبه دي. الكليه بتاعتنا ماشيه بالنظام ده، نظام ان انت لازم تخلص مراحل معينه، كل مرحله بنقط معينه عشان تخلص الكليه. النظام ده اسمه نظام الساعات المعتمده. نظام الساعات المعتمده بيقول ان احنا عشان نتخرج من الكليه لازم نجمع 140 نقطه او 140 ساعه معتمده، هتفهمها اكتر لما تدخل الكليه. يعني انت دلوقتي لو جمعت ال 140 ساعه دول خلال 3 سنين ونص زي ما هنقول دلوقتي انت من حقك تتخرج. طيب ايه مميزات القسم ده؟ مميزات القسم ده زي ما كريم قال ان احنا عندنا تعدد التخصصات. يعني ايه؟ يعني انا كطالب بتخرج بتخصصين مش تخصص واحد بس. انا كخريج دلوقتي قسم فيزياء فانا بتخرج بقسم فيزياء كيمياء. ده بيعمل لي ايه؟ ده بيتيح لي فرصه ان انا اشتغل بمجالين، يعني بشتغل بمجال الفيزياء او بمجال الكيمياء. اي طالب في كليه علوم بيتخرج معاه تخصصين اثنين. تاني حاجه عندي حريه اختيار المواد وعددها. النظام القديم كان مجبر عليك ان انت تختار عدد مواد معينه، انت في الترم عندك 7 مواد تختارهم او 7 مواد تدرسهم فانت مجبر انك تعمل كده. في كليتنا مفيش الكلام ده، في كليتنا انت على حسب على حسب قدرتك وعلى حسب استيعابك انت ممكن تختار. انا كطالب تخرج اخترت الترم اللي فات 12 ماده. في طلبه لو هي عندها مثلا القدره ما عندهاش القدره انها تذاكر فممكن مواد بس. طيب اخر حاجه عندي ان هو غير ملتزم بعدد سنوات معينه للتخرج زي ما احنا قلنا، ان انت مجرد ما خلصت ال 140 ساعه لو انت طالب شاطر جدا فانت ممكن تخلصهم في 3 سنين ونص، معنى كده ان انت ممكن تخلص قبل كل زمايلك اللي دخلوا. طب هل احنا كده خلصنا؟ لا احنا ما خلصناش، احنا عندنا حاجات كمان اسمها الاقسام الخاصه. الاقسام الخاصه دي معناها ايه؟ الاقسام الخاصه دي اللي هي بفلوس، يعني انت مجرد ما دخلت الكليه من سنه اولى انت بتدفع لها فلوس عشان تدخل. اول قسم عندنا هو اي ماك، وتاني قسم عندنا هو جيولوجيا البترول. طيب عايزين نعرف اكتر عن قسم اي ماك، القسم بتاعي. اولا قسم اي ماك هو اختصار Industrial Microbiology and Applied Chemistry. معناه ايه؟ بكل بساطه في القسم ده بندرس مادتين، الميكروبيولوجي والكيمستري، بس من وجهه نظر الصناعه اكتر. تمام؟ في شروط معينه لازم تكون فيك عشان تدخل القسم ده. اول شرط ان انت تكون خريج ثانويه عامه بس علمي علوم او شهاده معادله، يعني ممكن اي جي. تاني حاجه ان انت تكون جايب على الاقل 90% من درجة الإنجليش، يعني على الأقل خالص 45 من 50. تالت حاجة إن أنت تكون مقبول في كلية علوم جامعة اسكندرية، ما ينفعش أي جامعة تانية.
اقدم في القسم ده ازاي؟ اول ما يقول لك مبروك كليه علوم جامعه اسكندريه، تروح علوم الشاطبي تقول لهم عايزه املي استماره اي ماك، تملي الاستماره هم هيختاروا اعلى 60 طالب اتقدم لهم. طيب هما بيعملوا ايه عشان يختاروا اعلى 60 طالب؟ بياخدوا المجموع بتاع ثانويه عامه بتاعك ويضيفوا عليه درجه الانجليش. انا عارفه ان مجموع ثانويه عامه بتاعك فيه درجه الانجليش، بس هما بيضيفوا عليه درجه الانجليش تاني، وبيختاروا اعلى 60 طالب تقدم لهم، وهم دول بيبقوا دفعتك. القسم اللي بعد كده القسم الخاص هو جيولوجيا البترول. جيولوجيا البترول هو بيهتم بدراسه الجيولوجيا بتاعه البترول بس، يعني انت الاربع سنين عندك بيجي لك برده دكاتره او بيجي لك ناس من شركات البترول بيعلمك ازاي بقى البترول بيستخرج، ازاي البترول بيتركب، ازاي كل الحاجات اللي ليها علاقه بالبترول بس. طيب ايه الفرق بينه وبين قسم اي ماك في التقديم وفي الشروط وكل ده؟ مفيش اي فرق غير حاجه بسيطه بس، انت لو علم رياضه او علم علوم فانت ممكن تدخل جيولوجيا البترول مش علم علوم بس. طيب احنا كده تقريبا خلصنا الاقسام بتاعتنا، عايزين نعرف بقى احنا هنشتغل ايه. طالب كليه علوم اول حاجه بيعملها اول مجال مفتوح ليه هو المجال العام زي ما كاتبين اللي هو المجال الاكاديمي. انت لو من اوائل دفعتك فانت هتتعين معيد يا اما في كليه عندنا يا اما في معهد البحوث. تاني حاجة بقى لو انت شغال مثلا خريج قسم كيمياء، قسم كيمياء هيتخرج هيشتغل في اي حاجة ليها علاقة بالكيمياء زي مثلا شركات الادوية، شركات البترول، شركات البتروكيماويات وشركات الاسمدة. القسم اللي بعد كده هو قسم الحاسب الالي، زي ما قلنا برضو انت في قسم الحاسب الالي بتدرس بقى برمجة وبتدرس لغات البرمجة كلها والكلام ده كله، فانت بتطلع تتخرج يا اما تشتغل مبرمج يا اما تشتغل مصمم مواقع يا اما بتشتغل في تطوير الشبكات. القسم اللي بعد كده هو قسم الفيزياء، قسم الفيزياء برضو بيخليك تشتغل، تشتغل في ايه؟ بتشتغل في المصانع بتاعت الحديد والصلب، بتشتغل في محطات الطاقة الذرية، بتشتغل في شركات الطاقة والكهرباء، بتشتغل حاجة اسمها مسؤول أمن إشعاعي. يعني ايه مسؤول أمن إشعاعي؟ الشخص ده هو دوره ان هو يستخدم الراديشن او يستخدم الأشعة في انه يعرف هل في خطر في المنشأة او في المؤسسة فيها ولا لا. القسم الأخير عندي او التخصص الأخير عندي هو الفيزياء الحيوية اللي منه بشتغل في مركز الأشعة او مركز علاج الأورام. كده فضل لنا مجالات عمل شعبة بيولوجي وشعبة جيولوجيا. خلينا نتفق على حاجة كده، أي خريج من شعبة بيولوجي بيتفتح له إن هو يشتغل في التحاليل الطبية بعد ما يعمل دبلومة التحاليل. طيب قسم الميكروبيولوجي بيفتح لك الشغل في شركات الأدوية وشركات تنقية المياه. الكيمياء الحيوية بيفتح لك الشغل في شركات الأدوية برضو ومعاهد الأورام. الجيولوجيا والجيوفيزياء بيفتح لك العمل في شركات البترول، شركات التعدين، المناجم، المراصد الجيولوجية، دي حاجات كبيرة. طيب احنا كده خلصنا كلية علوم، ومقدرة ان الناس اللي قدامي دلوقتي قلقانين من النتيجة. قلقانين من النتيجة؟ طيب خليني اقول لكم حاجة، ما تخليش رد فعلك بعد النتيجة يأثر على اختياراتك. بمعنى ايه؟ ممكن تجيب نتيجة عالية قوي فتفرح فتدخل كلية الناس هي اللي حباها بس مش من اهتماماتك، وممكن تكون جايب نتيجة أقل من توقعاتك فخلاص تقفل من كل الكليات يلا هختار أي حاجة بقى هي أصلا مش حياة ومش عارفة إيه، وتبوظ بقى الأربع سنين ولا الخمس سنين اللي جايين في مستقبلك. فمن دلوقتي اعمل سيناريوهات كتير، والله أعلى كلية اللي أنا عايزة أدخلها كلية كذا، جبت مجموعها الحمد لله هدخلها. تاني سيناريو انا ما جبتش المجموع، حاطط بلان بي، حاطط كليات تانية من دلوقتي انا عجبني مجالات الشغل بتاعتها وعجبتني المواد بتاعتها فهدخلها، لان انت دلوقتي داخل على مرحلة الجد. انت القرار اللي هتاخده دلوقتي هيحدد الطريق اللي هتمشي فيه الاربع او الخمس سنين الجايين. النصيحة التانية اللي عايزين نقولها لكم ان مفيش اي طالب من اي كلية بيتخرج بيروح يشتغل على طول بالحاجات اللي هو درسها، مستحيل. انت احنا بننصحك ان انت مجرد ما دخلت الكلية ابدا نمي مهاراتك الشخصية، زي ايه مثلا؟ زي البرزنتيشن سكيلز، زي النيجوشيشن سكيلز، الحاجات دي كلها هتفيدك قدام. تاني حاجة كمان انت لازم تبدا تاخد كورسات اونلاين. يعني ايه؟ يعني انت مثلا حتى لو في كلية علوم فانت ممكن تاخد كورسات اونلاين في التجارة، في الاقتصاد، في السياسة، في الحاجات دي كلها هتنفعك في الشركة. مفيش مدير شركة او حد بيعمل لك انترفيو في شركة انت تقدمت فيها وهيسألك في المعلومات العلمية، لان هو طبيعي عارف ان انت حافظ الكلام ده وهتدخل ترصه في الانترفيو. اهم حاجة عنده هل انت قادر ان انت تتعامل لما تدخل الشركة ولا لا، هل انت قادر انك تحل المشكلة اللي انت هتقع فيها ولا لا. تمام، احنا بنشكركم جدا جدا، ودي المعلومات اللي هي الارقام التليفونات والحاجات دي، لو حد عنده اي سؤال يكلمنا.